ياسمين جايه لنا بفستانها الابيض الجميل، لازم اقول يعني اقول لك انه فستان جميل جدا ورقيق شبهك يا ياسمين. ربنا يخليك. انت انا سعيده ان دي اغنيتك، ان احنا ابتدينا باغنيتك يمكن من سنه او سنتين، لو كنت قلت لك تعالي اتفضلي عندنا كنت هتغني بس اغاني الناس، لكن دلوقتي بقى عندك شويه اغاني. الى حد ما. لا هقول لحضرتك على حاجه، انا من وانا صغيره ما اعرفش الناس كانت بتامن بيا قوي، كانوا بيعملوا لي اغاني، كان سبحان الله عندي اغاني من وانا عندي 13 سنه. 13 سنه كان عندك اغاني والله قبل ما صوتك كمان يكتمل ويبقى مظبوط يعني. كان فرقه الرقيه للمكفوفين، كان استاذ محروس هاجمي ده كان اول حد امن بيا، من اوائل الناس اللي امنوا بيا وانا في السعوديه. وعمل لك اغنيه. وعمل لي اغاني. اغاني. ايوه اطفال عالمنا وسالت الليل ودعاء الكروان، اغاني كلها ما اعرفش انا كنت بغنيها ازاي. بس كنت كويس. الناس كانوا بيقولوا لي كويس. دلوقتي يعني بتحبي فكره الفنانه الشابه، ولا حاسه بقى انك عديتي فكره، انت صغيره طبعا لسه صغيره جدا عادي، ولكن عديتي فكره الفنانه الشابه وعايزه بقى تلاقي مكان؟ مبسوطه طبعا، فرحانه، لان الواحد بيتعب عشان يلاقي. وفي نفس الوقت انا كنت من وانا صغيره ما عنديش فكره ان انا احترف، او ان انا الغنى ده موهبه وحاجه ساميه قوي، فمش عايزه ابقى واحده بتسعى علشان تشتغل الشغلانه دي، لا انا اقدمها للناس وانا في ترفع كده، عارفه. فده كان تفكيري وانا صغيره، الى ان اتصدمت بالواقع. دخلتي بقى الكونسرفاتوار ولا دخلتي معهد؟ دخلت معهد الموسيقى العربيه سنه. معهد الموسيقى العربيه سنه. ومين اكتشفك بقى؟ مين اكتشف ان ياسمين ممكن تغني؟ اكيد ماما وبابا. ما بنبقاش عارفين واحنا صغيرين ان احنا عندنا حاجه يعني. وقبل ما اجي اصلا انا ما اعرفش هم عملوها ازاي، بس بابا كان بيسجل لي الاغاني في شرايط فيديو، والحاجات اللي هو على ذوقه والافلام والمسرحيات وكل حاجه، هو بيحب التمثيل، فكان بيسجل لي كل حاجه. وانا اول بقى ما جيت يعني وبدات افهم في الفيديو شويه، بقيت اشغل الحاجات اللي هو كان بيسجلها دي واسمع بذوقه. كانت حاجات استاذ صفاء ابو السعود، استاذ عبد المنعم مدبولي، الحاجات اللي هي بتاعه الاطفال. وبعد كده ماما بدات تسمعني وانا بغني، وجيت في يوم كده كان عندنا درجه سلمه زي اللي ورا حضرتك دي كده، وطلعت عليها، وكان في البيت عندنا خالي وناس كتير، يعني في لمه في البيت عندنا، ورحت طالعه على درجه السلمه دي ولابسه فستان طويل او فستان بتاع ماما تقريبا، وجزمه ماما تقريبا برضو، طلعت على دي وقفت وغنيت لهم، وكل حب عادي جدا، وانا عارفه ان جوايا حاجه. تصفيق بقى من العائله. كل ده وانا عندي 3 سنين. وقفت ونزلت. انت بنت البحيره ولا بنت اسكندرانيه؟ انا بنت الاثنين، انا بحيره من عيلتي واسكندرانيه. انا اسكندرانيه الجميله دي والله. انا قلت الحلاوه دي لازم من بحيره واسكندريه. الله يكرمك يا رب. بس فدي كانت البدايات بقى، ان هم لقوني يعني عايزه اغني طول الوقت. في المدرسة الأول قالوا لهم إن أنا صوتي كويس، اهتموا بيها، فشقيت طريقي بقى من حفلات المدرسة وأصول الثقافة طبعا اللي ماما ودتني ليها، بس من هنا بدأت الرحلة بقى.